بالظبط يا فندم، هو ده اللي حصل بالحرف. بس الظاهر ان غنيم ده مصمم انه يلاقي ميرفت دي باي شكل وباي وسيله. ده غير يا فندم ان سكره قالت لي ان لقيت ميرفت كاتبه اسم غنيم عندها. يكون هو ده يا فندم اللي خلى ميرفت تهرب مثلا وتختفي. جايز. طيب يا فندم، حاضر 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 يا فندم، نكمل كلامنا لما اجي لحضرتك المديريه. لا، مسافه سكه اجي لحضرتك يا فندم. ازوغ اروح فين بس؟ حاضر، اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل، مع السلامه. والله وحشتني ايام المديريه، والله زمان.